ايضا نروح واحنا بنقول لحضراتكم ردود الافعال كبيره جدا في الوسط الفني. يعني شفنا الاحتفال وشفنا الملايين من كل جماهير مصر، مش النادي الاهلي بس، كانت مصر في الليله دي ليله حمراء، كل جماهير النادي الاهلي خرجت في الشوارع. وزي ما بقول لحضراتكم عندنا فرصه ان احنا نحتفل بالبطوله ال11. قدر النادي الاهلي لما بيلعب بطوله بعدها بيومين ثلاثه بتلاقي مباراه ما بيلحقش نحتفل، او اللعيبه تحتفل، او احنا كجماهير نحتفل، لكن عندنا فرصه في ال11 البطوله ال11 ان احنا نحتفل. عندنا دلوقتي معانا على التليفون فنان جميل كبير احمد سعيد عبد الغني، تحياتي ليك يا ابو حميد والف مليون مبروك ومنورنا على قناه النادي الاهلي. الله يبارك فيك ومبروك للنادي الاهلي ومبروك لجمهور النادي الاهلي ومبروك لينا كلنا ومبروك لمصر طبعا كلها. الله يبارك فيك يا قمر. فرحه كبيره. قول لي بقى شفت المباراه فين الاول؟ شفت، كنت في المطعم بتاعي والله قاعد، وكنت صوتي رايح من ساعتها. كان في تشجيع جامد وقتها. لا الموضوع صعب. الحمد لله كانت بطوله حلوه، والعيال ولاد كانوا رجاله، والحمد لله الحمد لله الحمد لله ان احنا خدنا البطوله دي، لانها كانت مهمه قوي، مهم قوي في التوقيت ده كمان. كان عندك ثقه لما الناس بعد المباراه الاولى اللي انتهت 2-1 في القاهره، وكان الناس في ناس متخوفه شويه ان الوداد جاب فينا هدف هناك، المباراه صعبه، كان عندك شك ان ممكن النادي الاهلي يخسر البطوله، ولا كان عندك احساس ان النادي الاهلي قادر؟ بص يا اسامه، انا كنت بلعب كوره اصلي، انا كنت كابتن نادي الطيران، قعدت 10 سنين كابتن بلعب كوره، وعندي اقتناع او انا باخدها كده ان الماتش النهائي لو ماتشين بيبقى يعني لو رايح جاي ما بعملش، ما بحسبش اي حاجه غير نهايه الشوط الثاني اللي هو هناك، او سواء كان هناك او هنا. تمام. ده نمره واحد، يعني انا 2-1 هنا كنت اتمنى طبعا ما يخشش فينا الهدف، لكن 2-1 كنت متخوف شويه مش كتير، بس كان عندي ثقه موجوده وحاجات كده. ولما دخل فينا الهدف هناك ما خفتش، وده الغريب بقى. ما قلقتش خالص، قلت الشوط الثاني هننزل وهنجيب جول، ممكن نجيب الثاني كمان، وكان ممكن نجيب ثلاث اربع اجوال الشوط الثاني كمان، بس ربنا ما اردش يعني. احتفلت مع مين بعد المباراه؟ ولا فضلت برضه في المطعم؟ في المطعم بقى، اصدقائي كلهم وبنتي ومراتي، يعني الناس كلها كانت حاجه عظيمه يعني. بس يعني ان شاء الله اللي جاي كمان مش عايزين نسيب بطوله بقى. حقيقه هو ده النادي الاهلي يعني. ما احنا خلاص يعني، تعال عندنا فرصه نحتفل الكام يوم دول علشان هتقفل، وبعد كده تفكر في الدوري اللي جاي ان شاء الله. انا بقى دوري، وعندي سوبر افريقي، وعندي حاجات كتير، والكاس وكله ان شاء الله باذن الله. رساله من الفنان الكبير احمد سعيد عبد الغني للعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني وكولر على الموسم الاستثنائي اللي بيحتفل بيه كل جماهير النادي الاهلي. والله برضو انا ضد حكايه الاستثنائي دي، مش عارف ليه. الاهلي كبير يا اسامه. حقيقي. لازم على الاقل احنا بنخش خمس بطولات بناخد ثلاثه اربعه، ما بقاش هزار. يعني الطبيعي بتاع النادي الاهلي انه يدخل ياخد كل البطولات. طبعا. احنا النادي الاهلي ده موضوع كبير، النادي الاهلي ده حاجه كبيره، موضوع كبير قوي. موضوع كبير. رسالتي طبعا ان احنا نفضل رجاله، وناخد الدوري بتاعنا اللي مستنينا، وناخد السوبر الافريقي ان شاء الله، وناخد الكاس وكاس مصر ان شاء الله، وعندنا كاس عالم انديه ان شاء الله. كل ده لازم طبعا، انا عارف ان الاداره بتوضب وبتظبط كل حاجه اكيد للبطولات اللي جايه دي كلها، وبتعمل حساب هواء والحاجات دي، بس فربنا معاهم ويكرمهم يا رب، ويبقوا رجاله وقد المسؤوليه اللي جايه ان شاء الله. ان شاء الله وتكون معانا في مداخله ثانيه، والنادي الاهلي بياخد بطوله الدوري. اتفضل. العين هتبقى مركزه اكتر في الماتش اللي جاي. طبعا. فلازم يبقى المجهود مضاعف، ولازم يبقى في تركيز اقوى كتير. ودي رساله الكابتن محمود الخطيب دايما لاي فريق في النادي الاهلي بياخد بطوله، عايزين الفتره اللي جايه ما بنكتفيش باللي احنا اخدناه. لا 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 طبعا طبعا، عشان تفضل كبير لازم تعمل كده. طبعا. اكيد. بنشكرك شكرا جزيلا يا فنان يا كبير. بنشكرك شكرا جزيلا فنان كبير احمد سعيد عبد الغني. يعني كانت مداخله مهمه، وزي ما قلت لحضراتكم برضو الوسط الفني فيه اهلاويه كبار واهلاويه متابعين وبشغف النادي الاهلي. شفنا كل المداخلات وشفنا كل الافراح وكل الاحتفالات.